أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا والعناوين هي البداية. في شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم نتعرف على الأعراض والعلاج. استشاري يوضح أهمية العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي. السعودية الخضراء بيئة صحية وجودة للحياة. حياكم الله. يعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر التوعية بأهمية الكشف عن سرطان القولون والمستقيم، وتحرص في هذا الشهر الجهات والمنظمات الصحية على نشر الوعي حول أسبابه وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية منه، إذ يعتبر سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر السرطانات شيوعا في العالم، كما أن الكشف المبكر عن هذا المرض يعزز من فرص العلاج بشكل كبير، وبفضل الوسائل العلاجية الحديثة للطب الموجودة اليوم فقد أصبح من الممكن التوصل لنتائج علاجية مشجعة خاصة في المراحل الأولية للمرض. حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف معي في الاستوديو الدكتورة نورة الحسن، أستاذ مساعد واستشارية جراحة القولون والمستقيم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود. أهلا بك دكتورة نورة، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. شكرا لاستضافتي اليوم، حياك الله. دكتورة، خلينا نبدأ من الحديث عن شهر مارس بما أنه هو شهر التوعية بسرطان القولون. خلينا نأخذ تفاصيل أكثر عن سرطان القولون والمستقيم، متى يبدأ، ما هي أعراضه؟ كبداية، سرطان القولون المستقيم شائع حول العالم وشائع في المملكة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية بشكل عام هو ثالث السرطانات انتشارا وثالث السرطانات المسببة للوفاة. بالنسبة للرجال هو الرقم واحد انتشارا، وبالنسبة للنساء هو الثالث. فمتواجد، هو منتشر ومتواجد. فهذه هي أهمية التوعية، لأنه ليس من السرطانات النادرة. يبدأ بالحمية، يعني في أغلب الأحيان يكون شيء جدا صغير، نتوء جدا صغير في القولون أو في المستقيم بدون أي أعراض. العمر المتقدم، لما نقول عمر متقدم مو كبار السن، بمعنى 45 سنة فما فوق تبدأ اللحميات بالظهور، بعدين تتطور مع الزمن وإلى أن تتحول إلى ورم سرطاني. فهذه يعني سيرة المرض بشكل مختصر. النتوءات هذه اللي نتحدث عنها اليوم، في نتوءات الأمعاء اليوم، لو أصيب فيها الشخص هل يفترض أن يقوم بإزالتها وعلاجها بشكل طبيعي، ولا من الممكن أن تتطور وتروح للسرطان لا قدر الله؟ النتوءات، يعني كلمة مبسطة، يمكن الكلمة العلمية الأفضل هي اللحميات. أغلب اللحميات ما قبل السرطانية، في لحميات حميدة يعني لا تعتبر من أي شيء مخلق. اللحميات اللي نتكلم عنها هي اللحميات الورمية اللي قبل السرطانية. بشكل عام أي نتوء أو أي لحمية إذا وجد في القولون يفضل إزالته، لأنه للوقاية، حتى لا يبدأ بالتحول ولا يكبر ولا يعني يصل إلى مرحلة تكون أصعب في الاستئصال. وش أبرز الأعراض اللي نتكلم عنها هنا دكتور؟ المشكلة أنه ما في أعراض. لما تكون اللحمية جدا صغيرة الشخص لا يعلم موجودة لكن بدون أي أعراض، فالشخص يقول أنا طبيعي، أحس أنه الأمور تمام، يعني حياتي عادية، ما في أي تعب، ما في أي آلام، ما في أي نزيف. فهذا اللي يجعل الناس أقل اهتمام بعمل الكشف المبكر. فهذا هو أهم فقرة في التوعية، أنه الشخص بدون أعراض ممكن تكون عنده لحمية، فهنا الحرص يكون على الكشف المبكر بالنسبة للعمر. ممكن يكون في أعراض، مو بكل الناس ما يكون عندهم أعراض. من الأعراض أكثر الشيوع خصوصا في اللحميات اللي في المستقيم يكون في نزيف من الشرج عزكم الله، فيكون في دم يخرج. بعض الناس يكون في آلام في البطن، قد يكون في المراحل المتقدمة أكثر، نزول في الوزن، وهن وضعف. العرض بحد ذاته ما ليس دليل ثابت، بس هو يعني يؤدي إلى أو يرفع، يعني يخلي الشخص يذهب ويعني يعمل المنظار. اليوم لما نتحدث عن أنه مرض، ما بقول مرض صامت، لكنه كيف الشخص يعني يبدأ يعمل الفحوصات هذه تحسبا اللي لا قدر الله أنه يكون معه لحميات؟ من أي عمر نتكلم؟ نعم. عنه هنا؟ فالشخص اللي عنده أعراض، لا نتكلم عن الكشف المبكر، الكشف المبكر للشخص اللي بدون أعراض. فأي أحد عنده أعراض لازم يذهب إلى الشخص المختص ويشوف شخص طبيب ويأخذ حسب أعراضه، يعني تأخذ هذا المنحة. بالنسبة للناس اللي أبدا ما عندهم أعراض، فإذا كان الشخص عمره 45 فما فوق بدون أي أعراض، يكون هذا الشخص يحتاج
يحتاج كشف مبكر. الناس اللي لهم أفراد من العائلة من الدرجة الأولى، أخ أب ابن، أصيبوا بسرطان القولون المستقيم، هنا العمر يتغير، فلا يكون 45، قد يكون في عمر أصغر. الناس اللي عندهم أمراض أخرى مثل مرض كرونز أو مرض القولون التقرحي، الشخص المصاب بهذا المرض يكون أكبر عرضة لسرطان القولون المستقيم، فطريقة الكشف المبكر تكون مختلفة. والناس اللي عندهم أمراض وراثية، فهذا طريقة الكشف تكون مختلف. لكن أغلب الناس اللي ما عندهم أي علامات خطر أخرى، العمر 45 فما فوق يتطلب الكشف المبكر. نتكلم عن اللحميات أو النتوءات بالأصل، وش سبب تكونها؟ هي تبدأ بخلايا، تحور في الخلايا أو تغير في الخلايا. طبعا الأمراض الوراثية مختلفة، لكن هذا التحور أو التغير في الخلايا يبدأ مع العمر. يعني في العمر الصغير ممكن هذه الخلايا تظل سليمة، لكن يبدأ التغير أو تحور الخلايا مع العمر، وبعدين تبدأ تتكون النتوءات. وش اللي حفزها؟ العوامل الخطر، العمر أحد العوامل، العادات الغذائية، يعني ممكن تناول اللحوم الحمراء، يعني هذا شيء منتشر في المجتمع. طبعا معناته هو ما بقول نص الشعب السعودي إيه؟ لكن هنا الاعتدال، الاكثار وليس الحرمان. يعني ما اقول انه نمنع نفسنا من الاشياء اللي نحبها او اللحوم الحمراء، لكن يكون في اعتدال. يعني كم المعدل الاعتدال اللي تشوفون انتم اليوم كاطباء للمحافظه على قولون سليم؟ يعني ما نقدر نقول انه في ثلاث وجبات في اليوم لحوم حمراء، تختلف التوصيات حسب من المصدر، بس في ناس تقول لك انه على مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، لكن الأكيد أنه ثلاث وجبات في اليوم لحوم حمراء هذا يعني أكثر من المعدل المقبول. ممكن نعادلها بزيادة الألياف، أنه يكون في الغذاء أكثر من الألياف، أكثر من شرب الماء. في عادات أخرى هي يعني ليست من العادات الجيدة مثل التدخين والإمساك، فهذه الأشياء تزيد من احتمالية تكون اللحميات في القولون. الإمساك يزيد من الخطورة. هي لا يوجد عامل واحد، يعني ما نقدر نقول أنه الإمساك هو سبب في حصول سرطان القولون المستقيم، لكن هي أكثر من عامل كلها تتجمع، ممكن كل واحدة تزيد من نسبة الخطر. اليوم احنا نتكلم عن شهر التوعية بسرطان القولون دكتورة، خلينا أتكلم خلال السنوات الماضية، أنتم كأطباء هل لمستم مثلا زيادة في نسب سرطان القولون في السعودية؟ جدا صعب أن نحدد ليش الزيادة حصلت. طبعا يوجد زيادة وفي يعني على مستوى العالم زيادة في نسبة السرطان، لأنه طريقة الحياة تغيرت. يعني الوضع الآن مختلف عن الوضع قبل 40 أو 50 سنة من ناحية العادات الغذائية والعادات اليومية. والوضع الآخر في نسبة الزيادة لأنه يوجد كشف مبكر، صارت الناس تكتشف أنه في هذه النسبة ويوجد عدد أشخاص كثيرين مصابين. لأنه لو حنا ما فحصنا ما حنكتشف أنه يوجد هذه الأعداد. فالكشف المبكر زاد العدد، مو لأنه سبب مشاكل، لكن حنا صار في وعي أكثر وصلنا نكتشفها، والحمد لله الفائدة أن نكتشفها في مراحل مبكرة، فالعلاج يكون جدا أسهل. من أكثر إصابة بسرطان القولون، الرجال، النساء؟ هو مع الأسف منتشر في الاثنين. يعني النساء والرجال ما نقدر نقول أنه جهة أكثر من جهة بشكل ملحوظ أو بشكل كبير. في الطرفين معرضين للإصابة بسرطان القولون المستقيم. فلما نقول طرق العلاج أو الدعوة إلى الكشف المبكر هي متساوية بالنسبة للذكر والأنثى. هل يمكن أن يصيب سرطان القولون أو سرطان المستقيم الأشخاص في سن مبكرة؟ نعم. طبعا الشائع يبدأ يعني من 45 فما فوق، هذا الشائع، لكن نرى أكثر وأكثر أعمار جدا صغيرة، 17 سنة، 13 سنة، 12 سنة مصابين بهذه الأورام، أورام سرطانية في مراحل حتى متقدمة. فالوعي بالأعراض، يعني حنا عندنا الجانب أنه الشخص بدون أعراض لأنه في عوامل خطر، والشخص اللي عنده أعراض إهمال الأعراض قد يكون أحد المشاكل. فإذا في الأعراض اللي ذكرناها في البداية، هنا الشخص يكون عنده وعي، فلو تكررت الأعراض أو طال الزمن بوجود هذه الأعراض يجب التوجه إلى الشخص المختص حتى نقيمها. السرطان يمكن يختلف من مرض الآخر، من مرض السرطان الآخر حسب شدته ونوعه. نعم. والتفاصيل المرتبطة فيه.
ما هي مراحل هذا المرض فيه لا قدر الله أصيب به شخص معين؟ ما هي المراحل التي يمر فيها؟ الأورام السرطانية في العادة 4 مراحل، وينطبق هذا على سرطان القولون. المرحلة الأولى يكون الورم جدا صغير في البطانة، في بطانة القولون حجمه جدا صغير ومكانه جدا سطحي. المرحلة الثانية يكون شوي أكبر وشوي أعمق. المرحلة الثالثة غير عن الحجم أنه يبدأ الخلايا السرطانية مو فقط في جدار القولون، تبدأ تروح للعقد الليمفاوية المحيطة في القولون. هنا خرج من القولون نفسه ووصل إلى العقد الليمفاوية، فهذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة عندما ينتشر خارج القولون وخارج المناطق المحيطة ويروح إلى أعضاء أخرى، في الغالب بالنسبة لسرطان القولون المستقيم الرئتين والكبد. فهنا يكون في المرحلة الرابعة انتشر. معنى انتشر لا يعني أنه لا يمكن الشفاء منه، لكن هي مرحلة أكثر تقدم، وهذه تكون المرحلة الرابعة. وش سبب الانتقال تحديدا للكبد والرئتين؟ كل ورم له طريقة انتقال. الأورام هذه تنتقل عن طريق العقد الليمفاوية، وتنتقل يعني عن طريق الانتشار الدموي. فهو يعني بالنهاية إلى مبسطها شوي، مسار الدم أو مسار التصريف الليمفاوي بالنسبة لهذا العضو هو وين يروح. كل عضو له تصريف إلى جهة معينة، فهذا اللي يحدد الانتشار. تصريف القولون الاتجاه في أغلب الأحيان يكون اتجاه الكبد واتجاه الرئتين، فالخلايا السرطانية تتبع التصريف، فيكون في أغلب الأحيان الكبد أو الرئتين. العلاج بعد هذه المراحل في حال اكتشافه، سواء في أي مرحلة من المراحل، في الغالب نوعية العلاج جراحي، كيماوي، إشعاعي، ماذا نتحدث هنا؟ كلها تنطبق حسب النوع. ميزة الكشف المبكر ممكن نتكلم عنه، الأغلب الدكاترة يشجعون عمل المنظار، فهو كشف مبكر. ممكن لو اكتشفنا السرطان في المنظار لو كان صغير، المنظار عنده القدرة، هو المنظار التنظيري، منظار القولون، أنه يزيل هذه اللحمية. وأحيانا اللحميات تحتوي على السرطان من المرحلة الأولى، فممكن إزالته بالمنظار، وهنا تنتهي خلاص اللحمية أزيلت، الورم أزيل بالكامل، انتهينا. الأورام اللي لا يمكن إزالتها بالمنظار، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشكل عام الجراحة تكون كافية، فاستئصال الورم، توصيل جزئين سليمين من الأمعاء مع بعضها، ويكون الشخص بإذن الله قد شفي. المتابعة مهمة لكن الشفاء وجب. يعني يتم استئصال جزء من القولون في المنطقة المصابة. نعم، يعني القولون وما يحتويه من ورم، وبعدها نوصل جزئين سليمين مع بعض. لكن إذا انتقل إلى العقد الليمفاوية في الغالب يحتاج بعد الاستئصال علاج كيماوي، لأنه لما تنتشر بعض الخلايا قد يكون هناك خلايا ما لاحظناها وما أزلناها، فالعلاج الكيماوي قد يقضي على ما لا تراه العين، فهذه فائدة العلاج الكيماوي. بالنسبة للإشعاعي هو مخصص فقط في أغلب الأحيان لسرطان المستقيم في المراحل المتقدمة، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، وبالعادة يعطى قبل العملية. بس أنا برجع لنقطة يعني ذكرتيها في البداية عن اللحميات، واللي هي تعتبر يمكن مسبب رئيسي اليوم. هل كل لحمية يصاب فيها الشخص بالأمعاء هي بالضرورة تعتبر خلايا سرطانية؟ لا، يوجد لحميات، بس عشان من أي لا صحيح ما نثير عند الناس يعني تساؤلات. او احنا نتكلم على لحميات القولون، ليست الامعاء الدقيقه وليست اللحميات اللي في اماكن اخرى. لان اللحميات بينهم المكان فقط، يعني تواجدها. القولون عضو، ونتكلم على لحميات القولون هي اللي تتحول الى سرطان القولون، لانه الامعاء الدقيقه جزء اخر ما قبل القولون، فلا نتكلم عنها. بالعاده هذه لو وجدت اللحميات في الامعاء الدقيقه موضوع مختلف، وليس الشيء اللي نتكلم عنه. ففي العضو اللي هو القولون والعضو اللي هو المستقيم، نتكلم عن هذه اللحميات. حتى في القولون وفي المستقيم ليست كل اللحميات ورمية، يوجد لحميات حميدة جدا، صح أنها تزال، لأنه صعب أن نحدد أي واحد هو ورمي وأي واحد غير تورمي، هذا يحلل بعد ما تزال اللحمية. لكن مو كل اللحميات تورمية، واللحميات الورمية الغير سرطانية مو كلها تتحول إلى سرطانية. النسبة الأكبر مع الزمن تتحول. فباختصار اللحمية قد تكون ورمية، قد تكون لا ورمية، واللحمية الورمية في أغلبها تتحول إلى سرطانية. اللحميات هذه اليوم في حال تكونها، هل هي قابلة مثلا للنزيف في حال إهمالها؟ هي اللحمية جدارها رقيق، فممكن تنزف بأي سبب. عشان كذا نقول اللحميات ممكن، أو الشخص اللي جاء نزيف حساسة جدا، حساسة جدا، لأنها أنسجة جدا رقيقة، مع الاحتكاك، مع مرور محتويات الأمعاء إلى أن تخرج وتنتهي عملية الإخراج، ممكن يكون في كمية دم بسبب هذا الاحتكاك.
لأنها تتجرح. فأحيانا الشخص يشوف دم يخرج، مو بشرط أن يكون في ورم سرطاني، قد تكون في لحمية جدا بسيطة هي سبب للنزيف. في ارتباط اليوم بين اللحمية وأمراض أخرى قد تكون هي ما تسببت باللحمية على سبيل المثال؟ هنا الأمراض الوراثية لها علاقة في متلازمات مثل متلازمة لينش أو في مرض اسمه FAP. هنا تكثر اللحميات بكثرة، فالشخص عنده مرض وراثي أو مرض جيني، وبعدين تبدأ اللحميات بسبب هذا المرض الوراثي أو الأمراض الجينية، والتي تتحول في النهاية إلى سرطانية. بالنسبة للأعضاء الأخرى ما راح أدخل فيها لأن تفصيل فيها جدا عميق، فإحنا يعني مركزين على أورام القولون. فهي اللحمية تبدأ مع العمر أو متعلقة بمتلازمات، أو أحيانا متعلقة بالمرضين اللي ذكرناهم اللي هو داء كرونز والقولون التقرحي. اليوم احنا نتكلم عن شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم. أنت دكتور، من واقع اختصاصك ومن واقع خبرتك، إلى أي مدى هناك وعي بالفعل لدى الناس فيما يتعلق بالقولون وصحة القولون وكيفية التعامل ومعرفة التعامل مع هذه الأعراض؟ ما أقدر أقول أن المجتمع غير واعي، المجتمع واعي والمجتمع مثقف ويقرأ ويهتم. لا، وبس حنا نحرص أنه توصل المعلومة بشكل أكبر ونوصل المعلومة بتفصيل أكبر. أكثر شيء يسمع أن المجتمع ويهتم فيه المجتمع هو القولون العصبي. القولون العصبي موجود، لكن حنا نتكلم على موضوع آخر وأشد خطورة. فحنا لما نجي ونتكلم على الكشف المبكر، أول رد يجينا في العيادة أو من المرضى، بس أنا ما عندي أعراض، فأنا ما أحتاج شيء، الحمد لله، لا ما قد سويت منظار قولون، ما أحتاج. فهنا دورنا أنه مو لأنه ما في أعراض إحنا ما نحتاج، في عوامل أخرى تخلينا نروح نسوي المنظار، حتى لو ما مو بحاسس بأي مشكلة، حتى أنا إنسان طبيعي ما عندي أعراض، حياتي مثالية، بس نحتاج وعي من هذه الناحية. على فكرة في ارتباط بين القولون العصبي وتهيج القولون العصبي وأمراض أخرى ممكن تصيب القولون؟ ممكن بالأعراض، لأن أغلب الناس اللي يكون عندهم قولون عصبي في الغالب يكون عندهم إمساك، يكون عندهم إسهال، يكون عندهم أشياء أخرى قد تحفز مشاكل أخرى في القولون. لكن هم شيئين مختلفين تماما. القولون العصبي يعني مشكلة عضوية، مشكلة بالأعراض أكثر من أنها مشكلة أو وجود نتوء أو وجود شيء غير طبيعي في القولون نفسه. أخيرا أبي أسألك عن، وهذه نقطة مهمة جدا ودي نختم فيها، الفحص المبكر وطريقة إجراءه. اليوم لو في نصيحة بتوجهينها عن طريق الفحص المبكر وكيفية إجراءه، ماذا تقولين؟ في عدة وسائل لإجراء الفحص المبكر، يعني وجهة نظري، وفي يعني توصيات كثيرة. المنظار قد يكون المثالي، بس في بدائل يعني، وتختلف الوجهات من إيش هو الوسيلة المثالية. منظار القولون ميزته أنه تشخيصي، ولو لقوا شيء ممكن يعني يكون علاجي، ممكن يستأصلون في شيء فيه. الشخص اللي لسبب أو لآخر ما يحب يسوي منظار القولون، في فحوصات للبراز قد يعني تبحث عن الدم المخفي في البراز. يمكن عن طريق التحاليل أخرى. ممكن يعني عن طريق التحاليل الأخرى، لكن دقتها قد تكون متفاوتة. التحليل للبراز يكون سنوي، دقته شوي أضعف، ولازم يتسوى كل سنة، ولو طلع إيجابي لازم يتسوى المنظار القولون. في منظار القولون اللي الأقصر المصغر نقول هو المنظار الصيني، هذا يتسوى كل 5 سنوات لو استغنينا عن منظار القولون الكامل. وفي تحليل للدي إن إيه، تحليل الوراثي، هذا أكثر دقة بنسبة أفضل، ويتسوى لو سويناه لازم يكون كل 3 سنوات. منظار القولون لو أجري بالكامل يكون مرة كل 10 سنوات، فإحنا نسويه ننساه 10 سنوات لو كان سليم، ونسوي اللي بعده بعد 10 سنوات إن شاء الله ما حد يحتاجه. رسالة أخيرة لك دكتورة. رسالة أخيرة، إذا كان عمرك 45 فما فوق، مهم إجراء منظار القولون. الشخص اللي عنده أعراض مستمرة أو أعراض مقلقة من اللي ذكرناها، توجه إلى ممارس صحي حتى يعني ندقق فيها ونشوف إذا في حاجة لإجراء أي إجراءات أخرى. شكرا جزيلا لك، أشكرك لكل هذه الشروحات القيمة والإيضاحات الدكتورة نور الحسن، أستاذ مساعد واستشارية جراحة القولون المستقيم في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لك دكتورة. يعطيك العافية. بعد الفاصل نكمل فقراتها يعني. أهلا بكم من جديد.
تلتزم المملكة بصفتها أحد أهم الدول المنتجة للطاقة بالمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ومنذ إطلاق رؤية 2030 أحرزت المملكة تقدما كبيرا في مواجهة التحديات الصعبة في مجال حماية البيئة، حيث أبرزت مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البرية والبحرية. وتحتضن المملكة مجموعة متنوعة من النظم البيئية وآلاف الأنواع المستوطنة كونها من الدول التي تتميز بطبيعتها الخلابة والمتنوعة. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود لفتح هذا الملف. تعيش المملكة مرحلة مهمة نحو السير لتحقيق مستقبل مستدام ونمط حياة أفضل، وذلك في ظل سعي المملكة على حماية البيئة وإطلاق العديد من برامج الاستدامة المبتكرة من أجل بناء مستقبل أخضر. ومع إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، تعمل المملكة وفق العديد من البرامج والمبادرات على بناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة وتعزيز الاقتصاد الأخضر بأكثر من 60 مبادرة ومشروعا جديدا من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الشاملة للمبادرة، حيث تصل استثمارات هذه الحزمة إلى أكثر من 700 مليار ريال سعودي، مما يساهم في نمو الاقتصاد الأخضر. وتهدف المملكة من خلال تلك المبادرات إلى زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود القادمة. ويأتي مشروع الرياض الخضراء أحد أهم المشاريع البيئية المتميزة، والذي يأتي ضمن واحد من أكبر مشاريع التشجير طموحا في العالم، والذي سيرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم. تساهم المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتمضي وفق رؤية طموحة نحو حقبة خضراء. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا استضيف معي في الاستوديو المهندس فيصل الفضل، الأمين العام للمنتدى السعودية للأبنية الخضراء. حياك الله معنا مهندس. الله يحييك، كثر خيركم يا مرحبا. مهندس فيصل، الحديث كبير وواسع عن السعودية الخضراء، كذلك يمكن المشاريع اللي مرتبطة في البيئة، لكن خلينا نتكلم عن مبادرة السعودية الخضراء. ليش احنا اطلقنا مبادرة السعودية الخضراء؟ صحيح. وش أهمية مبادرة السعودية الخضراء؟ في الحقيقة ما يخفى على أحد أنه المملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة السعودية الخضراء تحت رعاية وعناية من سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا العناية هذه المبكرة في توحيد الجهود اللي هي تنطوي تحت المبادرة. المبادرة أهدافها بكل بساطة ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو المناخ، التغير المناخي، وإحنا عارفين التغير المناخي الآن أصبح هاجس الكوكب. الهدف الثاني اللي هو تعزيز الكواليتي أوف لايف أو جودة الحياة. هذا محور مرة مهم يخدم الإنسانية. وعندك المحور الآخر اللي هو الكوكب. لما نقول الكوكب إحنا نتكلم عن كل ما يعيش في هذا الكوكب، والمملكة العربية السعودية جزء من هذا الكوكب، ولذلك الحياة الفطرية والإنسانية جزء كبير. عودة إلى المبادرة السعودية الخضراء، طبعا هي مبادرة تجمع لجنتين أساسية يعني تدير هذا الملف. اللجنة الأولى هي لجنة الطاقة والمناخ السعودي، واللجنة الأخرى اللي هي البيئة. فلك تتخيل الحجم التعاون اللي لابد أن يكون منه. وطبعا مبادرة السعودية الخضراء هي طبعا تشمل الجميع، المجتمع المدني، القطاع العام، القطاع الخاص، كل كيانات المجتمع، لأنه عملية ما هي عملية فقط الواحد بنقول والله مبادرة السعودية الخضراء يطرأ على البال أنه تشجير شجر ومن هذا النوع، ولكن هو في الحقيقة رفع كفاءة البنية التحتية والحياة اليومية للمواطن السعودي. وكيف يمكن أن نصل إلى رفع هذه الكفاءة وتحسين الجودة من خلال هذه المبادرة؟ جميل. في الحقيقة طبعا كان يعني من المدهش
أو إمبرسيف من المملكة العربية السعودية أن تقدمت بحلول. قالوا حنا 200 أكثر من 270 طن من البثقات الكربونية سوف تخفضها المملكة العربية السعودية وتسعى تخفيضها إلى 20 إلى 20-30. وهذا طبعا شيء يعني مبهر لأنه حوالي يعني قياسي بالنسبة لمستوى العالم، حوالي يمكن 10% من مستوى العالم في الانبثاق الكربوني. أيضا من خلال التشجير، فلذلك هنا تيجي التشجير لأن هي هتساعد في النوع من التوازن. طبعا مثل ما قال التقرير أنه مليارات الأشجار مشاريع ليس فقط نظرية أو سياسية بشكلها يعني من الإرادة السياسية، ولكن أيضا تطبيقية. أنت عندك مدن خضراء الآن يعني كأمثلة يعني بترفع من مستوى التحدي للمدن حول العالم مثل مدينة لاين، مدينة نيوم. فلذلك أعتقد المملكة العربية السعودية من ثلاثة يعني جهات، من الجانب السياسي ومن الجانب الإجرائي، الإجراءات اللي اتخذها الحاكم السعودي إنه كيف نقدر إحنا ننتقل من هذه الفكرة إلى تنفيذ، وأيضا من ناحية التطبيقية العملية على أرض الواقع. يعني سقف التحدي في الحقيقة يعني مبهر. اليوم المبادرة اللي نتحدث عنها هي مبادرة السعودية الخضراء. ذكرت بداية حديثك أن واحدة التحديات يمكن اللي تواجه العالم كله المناخ. صحيح. إلى أي مدى المبادرة هذه راح تسهم على سبيل المثال في تحسين جودة الهواء، في تغيير درجات الحرارة في المدن السعودية؟ هل هذا الكلام يعني البعض لما يسمع الكلام يقول كيف هذا ممكن يصير؟ هل هذا الكلام قابل للتطبيق عملياً؟ في الحقيقة الحمد لله هناك إنجازات. جميل. المملكة العربية السعودية مبهر جدا أنه تم تنفيذ 30 مليون شجرة أنتجت من أرض المملكة العربية السعودية، 30 مليون أو 31 مليون إلى الإحصائية إلى ديسمبر 2022، يعني ديسمبر نهاية العام الماضي. ف هذا النوع من الإنتاج، عندك المنتزه العلا شيء مبهر، 10 مليون، أكبر واحة في العالم في العلا في قلب الجزيرة، ما أنت تكون على أطرافها. عندك المانغروف اللي هي على سواحل المملكة للزحف المائي والزحف الأرض، هذا شيء مبهر. عندك الرياض الخضراء ما شاء الله عليهم الآن وصلوا إلى 59,000 شجرة. أنا أعتقد اليوم كنت أنا طبعاً في طريقي إليكم جامعة الملك سعود، الصور الذي لا ينتهي في طريق الملك خالد من بضعة يعني من سنة اللي راحت، الآن كله شجر. تقاطع العروبة مع الملك خالد، مع الملك فهد آسف، شجر عند المملكة. من أين أتت هذه الأشجار؟ عرفت شلون؟ فجأة الحمد لله مدينة درجة الحرارة أنا أتوقع لها فيها نوع من النسبيا انخفاض. جيزان، خلينا نروح على جيزان، 179,000 شجرة في جيزان. يعني انظر إلى المملكة، المحميات حوالي 7,000 كيلو متر مربع محميات، آسف مش محميات، إعادة تأهيل أراضي مناطق، إعادة تأهيل هذه 7,000. تقول وش 7,000؟ 7,000 تقريبا 4 أضعاف منطقة الرياض حول المملكة. يعني شيء مهول. صحيح. المحميات أمين. وأيضا نحن كمصممين معماريين أو مخططين أو حتى في الأبنية الخضراء يعني كنا نعاني. إحنا طبعا بدينا من 2010 وكنا نعاني أنه نحاول نفهم أنه يا جماعة ترى كلمة خضراء ما هو تشجير، كلمة خضراء هي قيم، قيمة الإنسان في الحياة الكريمة، قيمة الإنسان في الاستفادة من المعطيات المقدمة يعني من الله سبحانه وتعالى أو المحدثة من الإنسان من النعم اللي احنا نعمل يعني نستمتع فيها. فأنا سعيد جدا كنت من أوائل الناس اللي منبهرين في يوم إعلان سيدي ولي العهد المبادرة، وبعد المبادرة مباشرة في أكتوبر قبل أكسلو اللي هي قبل المناخ COP 26
وقبل شرم الشيخ وساندنا شرم الشيخ، وأيضا نحن بإذن الله نكون نماذج للإقليم، إقليم الشرق الأوسط. جميل. وهكذا يعني. جميل. طيب مهندس فيصل، اليوم احنا نتكلم عن السعودية الخضراء بكافة مبادرات ومرتكزاتها اللي تفضلت فيها، لكن أيضا من ضمن مبادرة السعودية الخضراء هو الاهتمام بالبيئة الخضراء. هنا نتكلم عن غطاء نباتي، نتكلم عن إصلاح تربة. ليش احنا نحتاج هذا الإصلاح البيئي؟ وش الأدوات والتطبيقات اللي نملكها اليوم لخلينا نقول تقويم الوضع الحالي إلى وضع أفضل تكون فيه البيئة مستدامة؟ نعم، في الحقيقة الهيكل اليوم عندك مراكز، عندك مركز الغطاء النباتي يشتغلون ليل نهار يحاولوا يعملوا انضباط في مخالفات كثيرة قاعدة تصير جائرة على هذه الأراضي. الآن نحن لدينا أدوات، مو أدوات، إحنا لنا مراكز تقوم شبه يومية. عندك الآن 10,000 ضابط أمني، أمن البيئي، لم تكن هذه الأشياء كلها موجودة في عام 2019 أو قبل 2019، ما كانت هذه الأشياء موجودة. فالأدوات والحمد لله متوفرة. في ناس كثيرين يطرحوا طب الماء كيف احنا، طبعا الحمد لله المملكة العربية السعودية قاعدة تستثمر في موضوع مشروع المياه بشكل عظيم. طبعا انت عارف هذه كل النباتات تتطلب مياه بشكل عالي جدا، بس انا احب اوضح انه ترى هذا كله بتقنيات التقطير، فالمياه اللي قاعدة تصرف ما هي قاعدة تصرف، ما هي تهدى، ما اي بالضبط، ما تهدى بالضبط. يستفاد منه. استبيحك ان ننتقل الى فاصل قصير ونعود. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. لازال حديثنا عن السعودية الخضراء، بيئة صحية وجودة للحياة، وضيفي هو المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء. دعونا نشاهد بعض هذه الأرقام التي نستهدفها من خلال مبادرة السعودية الخضراء، وبعض الأرقام المحققة أيضا. جاهزية مشتل البحر الأحمر أكبر مشتل في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 1,000,000 متر مربع، ومتوقع إنتاج ما يزيد عن 25 مليون نبتة بحلول عام 2030. 59,000 شجرة تمت زراعتها في إطار مشروع الرياض الخضراء. 250,000 شتلة تم إنتاجها في مشاتل العلا. اكتمال تنفيذ مشروع التشتير في منطقة بريدة وعنيزة والغاط والمجمعة بمجموع 300,000 شجرة. تشتير 158,000 شجرة في منطقة جازان. تلتزم مبادرة السعودية الخضراء بإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القادمة. إذن كان هذه أو كانت تلك الأرقام أبرز يمكن إنجازات مبادرة السعودية الخضراء. مهندس فيصل، كيف تقرأ هذه الأرقام؟ أنا بالنسبة لي للمطلع بحكم إني مراقب، ممثل مراقب بيئي في الأمم المتحدة، أيضا أنا ممثل أول ممثل في المناخ على مستوى العالم، فأنا أقرأ هذه الأرقام من قرب. وأنا أكد لك إنه هذه المسارات المتسارعة، أيضا لم نذكر شيء مرة مهم، إنه المملكة العربية السعودية تعهدت ب2060 زيرو كربون أو حياد الكربون. صح. وهذا شيء يعني امبرسيف او يعني مذهل. أيضا هناك حوالي من 60 مبادرة اللي ضمن مبادرة الخضراء، ترى 35 منها كفاءة الطاقة. فلذلك هي مو بس مدن وزراعة وتوسع وحفاظ على الـ على الـ على الـ على الـ النظام الإيكولوجي، ولكن أيضا المباني. المملكة حققت 10,000 خفض كفاءة الطاقة في المباني، هذا كمان شيء طبعا يقلل من الانبثاق الكربوني. وعايزين الجميع يعرفون انه المباني حوالي 40% من انبثاق الكربوني.
وش نقصد بالاقتصاد الأخضر وهو حد يمكن المبادرات اللي أطلقت أيضا ووضعت ضمن الاهتمامات فيما يتعلق بمشروع السعودية الخضراء؟ ما المقصود بالاقتصاد الأخضر؟ الاقتصاد الأخضر هو يعني في مجمله اقتصاديات تدوير الاستهلاك والإنتاج. يوم أنت تستهلك لابد تعرف أنت قديش تنتج، وهذا يكون في نوع من التدوير أو نوع من الاحتواء كاقتصاد أخضر. اقتصاد أخضر أيضا يشمل الوظائف الخضراء وليس الوظائف التقليدية، يعني صناعة جديدة. طبعا اللي هو التقنيات تعتبر صناعة خضراء، يعني ولذلك الاقتصاد الأخضر هو كل ما يشمل الاستدامة في محاورها الثلاثة، جانب اجتماعي واقتصادي وبيئي. لذلك أي مشروع أي إنسان يقوم فيه اليوم لابد يراعي ثلاثة عناصر أساسية: الجانب الاجتماعي لهذا المنتج، الجانب البيئي، والجانب الاقتصادي. يعني كنا في السابق نركز على الجانب الاقتصادي فقط، فلذلك مشروع المبادرة السعودية الخضراء تعلمنا كثير أنه إحنا كيف نقدر نصنع منتجات نستهلكها ولكنها تضيف للإنسان، تضيف للبيئة وليس فقط استهلاك. عندك موضوع الهيدروجين، محطات الهيدروجين في ما تكلمنا عنها في نيوم، شيء مذهل. يعني لما أنت يكون عندك محطة هيدروجين خضراء، هذه طبعا من ضمن مشاريع الاقتصاد الأخضر. جميل. اليوم نتحدث عن إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي واستثمار المساحات الخضراء الطبيعية. كيف يمكن أن نصل إلى هذا الرقم؟ ولماذا نستهدف تأهيل 40 مليون هكتار؟ إيه، لأنه عندنا إحنا مشكلة في التصحر. طبعا الصحراء ليست تصحرا، إحنا الصحراء جميلة. وعلى فكرة إحنا 30% من المملكة العربية السعودية ترى ربع خالي. صح. فإحنا لسه ما دخلنا. أنا أؤكد لكم إنه المملكة العربية السعودية لها من الأسرار الطبيعية التي طبعا تخدم الكوكب الأرض بشكل يعني جيد. لذلك مهم جدا مراعاة التكيف مع البيئة وليس غزوها للبيئة. يعني لابد كل نباتاتنا، كل أمور نحن نسويها تكون من الداخل وليس تكون مثلا مستوردة. فالتصحر مشكلة عندنا. فلذلك إحنا بطريقة الإعادة إحنا نعيدها إلى عندك أنت محميات مثل محمية الملك سلمان، محمية عبد العزيز، محميات كثيرة الآن الحمد لله، حوالي يمكن أكثر من أنا حصرت حوالي 35 أكثر من 35 محمية، منها ملكية ومنها طبيعية، منها مواطنين ايضا عندهم محميات. فهذه المحميات كده يطلب منهم انه لاعاده البايو دايفرسيتي او التنوع البيولوجي اللي الموجود ورعايته، وانه ما يكون في انه يكون في صيد في اوقات معينه. فهذه الامور كلها ما في ادنى شك انها يعني تساعد. تركها لهذه الفترات يعني الطويلة يعني تأثر علينا ولا، وعندنا إمكانيات وعندنا نستفيد من مواردنا. صح. يعني موارد غير مستفاد منها. فهذا شيء مرة أنا أعتقد مبادرة السعودية الخضراء قاعدة طبعا تمارس هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الإجراءات اللي تخدم وحفظ التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة. أشكرك جزيل الشكر المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين نكمل فقرات هلا بكم معنا. حياكم الله من جديد. يعرف كثير من الأطباء والمختصين العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي على أنه تخصص ومهنة علاجية تتعلق بأداء الإنسان الوظيفي والحركة وزيادة القدرة الحركية إلى أقصى حد ممكن، ودائما ما ينصح الأطباء مرضاهم الخضوع للعلاج الطبيعي في الكثير من الحالات المرضية. فما هو العلاج الطبيعي وما هي فوائده
وما هي أنواعه وما هي الحالات المرضية التي تحتاج بالعادة إلى العلاج الطبيعي. كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في هذه الفقرة من برنامج جيا هلا. دعوني أرحب بضيف الدكتور فيصل المبارك، استشاري العلاج الطبيعي والمتخصص في تأهيل الدوخة والدوار الناتجة عن اضطرابات الأذن الداخلية. حياك الله معنا دكتور فيصل، سعيدين بحضورك واستجابتك للدعوة. الله يسلمك ويحييك، أنا اللي متشرف والله بوجودي هنا دائما وأبدا، والله يحييكم يعطيكم العافية والقوة إن شاء الله، وإن شاء الله نثري مشاهدين بإذن الله. الله يحييك بما يفيد. دكتور خلينا نبدأ من السؤال العام، لأنه في مفاهيم كثيرة حقيقة عن العلاج الطبيعي. ما هو العلاج الطبيعي، وهل هناك فرق بين العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل؟ اولا اشكرك بصراحه على هذا السؤال، وانا مره انبسطت لما بدات فيه، لانه بالفعل هذا يمكن اهم سؤال ممكن احنا نتناقش فيه او نتكلم فيه. التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي هذه دائما الناس تخلط بينها. لذلك انا ودي اوضح نقطه مهمه جدا هنا، اللي هو العلاج الطبيعي هو جزء من التاهيل الطبي وليس التاهيل الطبي. التاهيل الطبي كلمه كبيره تحتوي على العلاج الطبيعي، الطب الطبيعي والتأهيل، العلاج الوظيفي، علل أمراض النطق والتخاطب، الأطراف الصناعية، تأخذ برضو الجانب السلوكي والاجتماعي والنفسي والغذائي، فهي مرحلة كاملة وعلاج أو طريقة علاجية متكاملة لشخص معين نقوده بإذن الله تعالى إلى أقصى استقلالية ممكنة يحصل عليها إذا تعرض لأي مشكلة. فيه أنواع للعلاج الطبيعي. صحيح، إذا تكلمنا عن العلاج الطبيعي بشكل خاص فهنالك أنواع للعلاج الطبيعي. طبعا إحنا الآن نتكلم عن تخصصات العلاج الطبيعي وأنواع وسائل العلاجية المختلفة للعلاج الطبيعي، لكن كأنواع فالعلاج الطبيعي يعالج الفئات العمرية من الولادة إلى كبار السن أو الشيخوخة، وكل حالة لها طرق علاجية مختلفة. فالعلاج الطبيعي يتدخل في كل شيء، مشاكل عظام العضلات، مشاكل الأعصاب، مشاكل القلب، الإصابات الرياضية وغيرها كثير. يعني كانوا في ناس يمكن لما ذكرت تخصصي كانوا في ناس يقولوا لي إيش دخل العلاج الطبيعي في الأذن، بالدوار والدوخة إيش بتسوي في الأذن الداخلية. فبالفعل هنالك ممارسات كثيرة للعلاج الطبيعي في تخصصات مختلفة على حسب الحالة وعلى حسب الاحتياج. أنا فاجأتني صراحة أنك قلت لي أنه بيدخل في علاج الأعصاب. صحيح. والقلب. صحيح. وش بعد؟ الأعصاب والقلب والعظام والعضلات، إصابات رياضية. إحنا نفكر كنا العضلات بس. صحيح. صحيح. وهذا مفهوم يعني. صحيح. يمكن مترسخ عند كثير من الناس. لذلك مفهوم العلاج الطبيعي مفهوم كبير جدا وبحر العلاج الطبيعي، وما بالك إذا إحنا تكلمنا برضو عن التأهيل الطبي اللي العلاج الطبيعي جزء منه. خلينا نأخذ مثال مثلاً. عندنا مريض لا قدر الله أصابه جلطة دماغية، بعد ما يصاب الجلطة الدماغية وتستقر حالة الطبية نكتشف بعض الأوقات إنه بسبب الجلطة الدماغية هذه تأثرت عنده حركات الجزء العلوي من جسمه مثلاً، أو الجزء السفلي، أو النطق والتخاطب، ما صار يتكلم كويس، ما صار يبلع كويس، مع صار يمارس حياته بشكل كويس أو بشكل مستقل، يمكن خلينا نقولها بالطريقة هذه. لذلك يتدخل فريق التأهيل الطبي، مثلا يجي العلاج الطبيعي يعمل على إعادة العضلات والمفاصل والتناسق مع الدماغ لأداء بعض الحركات اللي كان يسويها المريض من قبل، بالتعاون برضو مع الفريق كامل. يعني العلاج الوظيفي له دور كبير في مثل هذه الحالات، التناغم بين العضلات، الحركات العضلية بالأعصاب، ومعرفة أداء الحركة، كيف أقدر أمسك كوب المية من جديد، كيف أقدر أمشط من جديد، كيف أقدر أركب سيارتي من جديد، كيف أقدر أتجول في منزلي، أشياء كثيرة، النطق والتخاطب، كيف أقدر أبلع، كيف أستعيد قوة البلع والعضلات. يعني شيء كبير، الأطراف الصناعية، إيش الطرف الصناعي، مو شرط الطرف الصناعي إنه أنا عندي جزء مبتور وأعوضه بطرف صناعي، لا، ممكن الجبائر اللي تساعدني في مرحلة علاجي واللي أحتاجها ممكن بعد علاجي. فهو عالم كبير يعني. نعم. يختلف على حسب الاختصاص. يعني مثلا
ممكن الشائع مشاكل الركب وتقوية العضلات، ممكن هذا الشائع، ولا مشاكل أصفر الظهر لا وأنا أقول لك شو شائع أكثر، إنه المساج علاج طبيعي. هذه بالفعل. بالفعل. هل بالفعل المساج هو جزء من 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 أدوات العلاج الطبيعي؟ نعم. هو نعم. جزء. جزء. أي. هو جزء، يعني إحنا الآن العضلة هي من أهم الأشياء في 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 الجسم، جسم الإنسان. لذلك أنا يهمني التعامل مع العضلة، يهمني التعامل وأن تكون العضلة مرتخية، العضلة نسميها المسل فايبرز، يعني تكون أنها متناغمة ومرتاحة وأنها تكون مرنة وأنها تكون قوية. لذلك في جزء من تجهيزات العضلة لازم أنها تكون أو استخدم نوع من أنواع الطرق العلاجية مثل المساج، أني أنا أبدأ فيها بعدين أنتقل إلى مرحلة ثانية، تقوية العضلة، تقوية مدى المدى، ما هو المدى الحركي للمفصل، اللياقة العضلة نفسها. بس ببقى بهالنقطة، لأنه كثير يمكن من أطباء العلاج الطبيعي لما تجي عنده ممكن تخضع لخطة علاجية معينة، أول ما يحذرك منه اسمع التزم ولا عاد تروح لحقي مساج لو سمحت. بتقول ليه؟ يقول لك لا تروح، خليك معاي ومش طيب. المساج جزء من العلاج الطبيعي. هو خلينا نقول الحين في عندنا صحيح انه جزء ولكن ليس العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي شيء، يعني نتكلم انه جزء بسيط جدا في العلاج الطبيعي من وسائل مختلفه وخطه علاجيه مختلفه. لو اعطي لك مثلا قلنا الشخص عنده مشكله في اسفل الظهر، طيب انا عندي ممكن مشكله تكون عضليه، العضليه هذه ممكن اني انا احتاج اني ارخي بعض العضلات بطرق معينه، بطرق معينه اني ارخي العضله هذه، بعدين لازم ابدا في 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 في, في التعامل مع العضلات في تقويتها باشياء معينه. حتى في بعض العضلات لازم انك انت تكون حذر في التعامل معها، متى ابدا تمرين معين. في بعض انت برضه تتعامل مع الجهاز الهيكلي نفسه، في بعض الاوقات انك تتعامل مع الاعصاب ومع الفقرات. يعني انا اخذت مثال اللي هو اسفل الظهر، لذلك لما تخضع او تتعامل مع مثلا شخص غير متخصص في هذا المجال الطبي قد يؤثر على العضلة. يعني احنا في عندنا بعض التمارين حتى في الأوزان نختارها بشكل دقيق جدا، انه انا قد ايش اقدر ابدا مع المريض الوزن المثالي او الوزن المعين، بعدين اتطور معه اخفف شوي، ابدا اشتغل على العضلة هذه لا ما تشتغل معها الحين لانه الإصابة لسه توها، انتظر اسبوع اسبوعين. ففي تكنيك معين انت تتبعه؟ خلينا نقول انها ما هو تكنيك، هو تكنيك صحيح لكنها كلها مرتبطة بالدراسات والبراهين العالمية. ما بتجربة أبدا. أبدا. استميحك أن ننتقل لفاصل قصير. تفضل طال حديث. فاصل. حياكم الله من جديد، حديثنا عن العلاج الطبيعي في هذه الفقرة، وضيفي هو الدكتور فيصل المبارك. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن العلاج الطبيعي، إعادة التأهيل، الأنواع. بسألك يمكن عن الوسائل اللي اليوم تستخدم في العلاج الطبيعي، هل تغيرت؟ هل هي على حالها؟ هل هناك وسائل جديدة دخلت اليوم؟ بالفعل الآن الوسائل وسائل كثيرة جدا، يعني يمكن لو تروح أي قسم علاج طبيعي تجد الوسائل والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، موجات صوتية، أجهزة كهربائية وغيرها. ممكن تلاقي برضو بعض الوسائل اليدوية اللي يستخدمها البعض في 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 العلاج، ممكن بتشوف أكيد الصالات الرياضية بأجهزتها، وممكن برضو حتى ما شاء الله تبارك الله الآن صارت موجودة التقنيات الحديثة، يعني أشياء روبوتك وغير الأجهزة اللي تستخدم للقياس أو التقييم، خلينا نقولها بالطريقة هذه. الوسائل كثيرة تمام، لكن إحنا دائما نهتم في الهدف اللي إحنا بنوصل له. لذلك لا ترتبط يعني التغيرات، ما شاء الله تبارك الله متطورة، الدراسات والأبحاث
دائما متطورة ودائما تتغير. لذلك أنا من هذا المنبر أطالب الزملاء والزميلات كلهم في هذه الممارسة أنهم يبقون على تجديد لعلمهم وممارستهم بكل جديد. في بعض الأجهزة قد لا تكون مفيدة لبعض أنواع العلاجية، وفي بعض الطرق قد لا تكون مفيدة، قد تكون مضرة في بعض الأوقات لبعض المشاكل اللي ممكن يواجهها الإنسان. فالوسائل موجودة، يهمنا دائما إدخال وإدراج المريض في الخطة العلاجية بحيث أنه يكون هو جزء من العلاج، وليس مثلا أنه بس والله أخليه مثلا يجينا أحد عنده مشكلة في الظهر بس أخليه جالس أحط عليه جهاز بس يهدي الألم فترة معينة وخلاص يمشي. لا، أعرف ليش الألم هذا جاء، إيش اللي خلى الألم هذا يجي، كيف أني أنا أقدر صحيح أخفف الألم لكن نفس الوقت كيف أخلي الألم ما عاد يرجع له، كيف أخلي المريض يقدر يرجع يعيش حياته طبيعية، كيف أخليه يقدر يروح ويجي يلعب رياضة، يلعب كورة، يداوم دوامه. فكل شيء له طريقة علاجية معينة وله أهداف. لذلك احنا دائما شوف العلاج الطبيعي يمكن وتخصصات التأهيل الطبي من أكثر التخصصات اللي لها علاقة مرتبطة قوية جدا مع المريض. بعض التخصصات تلاقي تزور الدكتور وتزور الممارس الصحي ترجع له بعد شهرين ثلاث شهور أربع شهور، بينما العلاج الطبيعي لا، تلاقيك اليوم مع الدكتور في نفس الأسبوع تشوفه ثلاث مرات أربع مرات، تقعد معه شهر شهرين ثلاثة شهور. لذلك علاقتك فيه قوية جدا، ولازم أنك أنت دائما تهتم أنك أنت مع متخصص العلاج الطبيعي تتفقون على الهدف اللي أنت بتوصلوا له، تلتزم في أداء الواجبات اللي يعطيك إياها الممارس الصحي. دكتور، هل هناك أمور يعني قد تمنع الشخص من أنه يخضع للعلاج الطبيعي، أو محاذير لديكم أنتم تمنع الشخص للخضوع للعلاج الطبيعي؟ صحيح، لكل حالة لها أمور تمنع أني أنا أخوض علاج طبيعي. إحنا نسميها مثلا باللغة الإنجليزية red flags، الإشارات الحمراء اللي أنا ما تخليني أتعامل مع الشخص هذا. لو نرجع للوراء، إيش هو العلاج الطبيعي أصلا؟ العلاج الطبيعي هو علاج تحفظي لمشكلة معينة قد تصيب الإنسان، تمام، بدون ما تدخل جراحيا، بدون ما يتدخلون بالأدوية وغيرها. لكن في بعض الأوقات نقول لا، أنت الحالة اللي عندك لا تتطلب علاج طبيعي بل تتطلب تدخل جراحي. ممكن احنا لو تأخرنا على المريض هذا ممكن يكون عنده مشكلة. المريض هذا لا قدر الله سواء كان مشاكل في العمود الفقري أو مشاكل في أي جهاز آخر، ما ودي أتطرق لبعض التفاصيل، لكن في أوقات وإحنا دارسينها والممارسين الزملاء والزميلات دارسينها، إنه متى الأوقات اللي أنا أقدر أقول نعم هذا يحتاج علاج طبيعي، ومتى أقدر أقول لا هذا الشخص لا يحتاج علاج طبيعي، ما يحتاج إني أنا أحول. في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ممارسة العلاج الطبيعي إنه العلاج الطبيعي يدخل عليه المريض مباشرة بدون الذهاب لأي مثلاً طبيب العظام. يجي إصابة مثلاً عنده مشكلة عضلية ومشكلة في الركبة ومشكلة في الظهر، يتوجه للعلاج الطبيعي مباشرة ويكشف في العلاج الطبيعي. لذلك هم مدربين، ونحن كذلك في بعض الجامعات وفي أكثر الممارسين مدربين بشكل كبير جداً وعالي جداً في مسألة إنه والله أنت تحتاجني كعلاج طبيعي أو لا، والله أحتاج إني أحولك على تخصص آخر. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل مبارك، استشاري العلاج الطبيعي والمتخصص في تأهيل الدوخة والدوار ناتج عن اضطرابات الأذن الداخلية، وكل عام وأنت بخير. أنت بخير، شهر رمضان مبارك علينا وعليك إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيكم العافية. شكرا لكم أيضا موصول أنتم أعزائي المشاهدين، كنا معكم على مدار الأشهر الماضية محاولين أن نكون صوتا لكم لنصل إلى تطلعاتكم من خلال هذا البرنامج. أنا أودعكم وألتقيكم بعد شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.